بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين عزيزين داخل وخارج أرض الوطن. واحد تحية كبيرة من أخوكم سفيان. فيديو غنحاول نهضر بالعربية ونهضر بالريفية باش نوصل الفكرة. من خلال الجولة اللي درت اليوم في مدينة الناظور أكدت لكم واحد المعلومة، أنه هناك مصادر تتحدث عن فتح المعبر الحدودي بلينصار وباريوتشونو مع نهاية هذه السنة. نتوني غوم للجولة اللي غتجينا السنيقة مريشة تاسم أك نهاية السنة تسمو ذا نتواصلون تسمو ذا أني مدينش الأخبار جديدة بخصوص الأخبار الإخوان ذي اثنين مصادر نغذين اثنين من الصحف. اولا صحيفة انتيبيدينتي الاسبانية صحيفة الفارو. اولا الصحيفة يا الفارو الاسبانية تأكد الخبر من الناس بالله المعبر الحدودي من جسقان بلينصار قضي يازم باريوتشينو قضي يازم كنهاية السنة، يعني كعام جديد ان شاء الله تعالى دي يازم. الخبار يظهر ولا هذا الخبر اللي يظهر انه تفتح مع نهاية السنة بعد العملية النظافة، يعني من تقن عمال النظافة المعبر الحدودي بلينصار مش غزة مرخو دي فيديو انه تنظف، يعني تقني توياج تنظف المعابر الحدوديه. ونفس الشيء اللي مريش غاد اخر قسو الجذام تقن الارقام تقنوا مراوض وما دايرين يعني شويه التباعد كذا وجيبوا داير يازموها. ومش صريح انه صحيفه انتيبيدينتي الاسبانيا ما مش تاكد انه رجال الاعمال، يعني اللي غتجن المشاريع دي مقرانه دي سبته ضمليليه اكد نيج المعلومه هو انه يوذن النظر التيتوان سواء سبته او مريتش اثفن، يعني خاص نسهل الممريه تفتثن مثلا بلا فيزا من ديني اخبار بعض الصحف شنو هي الموندوت وثقراس الا قادرين يعني مي فيزا بودا بنادم تفتث فيزا يعني تكنس نجم تاشيره رغم انه الخبر وجبوا 100% والتصن فن منيني من زيد اكد رجال الاعمال انه كينيش الدراسه كينيش الطلب يمريتش السلطات الجندي مريتش السبتة دار واحد الطلب للسلطات الأمنية أو السلطات المختصة في سبتة ومليلية من أجل السماح بالمواطنين في تيتوان والناظور من أجل الدخول إلى المدينتين مليلية وسبتة بدون تأشيرة أو تسهيل الممورية من أجل الدخول. ذمانين إذا سنقيني ثماء وذمانين إذا الخبار الجديد ومبرمي مديبا شان الخبار الجديد أضم تدقاق فوقاش ما ظهر شي خبر رسمي أو صحف بحال كما جبت لكم هذا الخبر من الفارو او انتيبيدينتي اللي عندهم مصادر موثوقه اكدوا هذا الخبر. اولا ان المعبر الحدودي بين بلينصار او سبته غيتفتح مع نهايه هاد السنه او راس السنه نيغ واحد دي واحد نيغ له العام، المهم مع بدايه السنه الجديده 2022 ناني لقد غزمن امريج سواء يعني الصحيفتين غاج المصادر يعني غاز المصادر تقديمين والسور نخل الموضوع انه مريج مرمي فتازم مرمي واتصل اخوان تلقيت بزاف ديال الاتصالات وتصنيت مثلا نقص الشام من زي قناة مرمي غازم التصن اقاويل شنو ما توقع نهان 30-15 يخسن السنة الاخوان من ناحية الخبر الرسمي ميخشن نحشت 100% قواضي النشاء يعني لي واقعيين ما نيني ما راه اجتهادات المدرب بغيت تفهم انا دي مريتش تنوضي قراش قال مريتش تعزم ساعه موي فراني غير نحاوي فراني ولكن حمى داوي من خبار الا 100% مرمي غتعزم مريتش لا نشي نتسني غير نتامن خمني غير شويه من الصحف شنو الصحف اش مش تنائي ديبيدينسي حنا شي لا مثلا رجال الاعمال يجان دي سبته ملي ليا قال شي خصها تسهل الميموريه هذا مني قال يعني نفان خبار من صحيفه الموندو توصل نقبر توقال شي لا مريتش قد السيد فن يعني استاشيره دما نيني نشي نطلع ومرا خصم المصادر راهم في التيتسات خصهدو فيديو تاكد مني غتغامنيت من تارين اما شان حاجه رسميه اما شان حاجه يعني 100% قواضي النشاء قواضي النشاء فقط مجدو مني اجتهادات ماشي اجتهادات هو انه يوذان من قان شي مقارس مازال خدنا غير هاد بلاصنين هاد مثلا الشارع اما شان حاجه 100% فلا فيكفي انه التقرير يتقى مازال نمريت وصاغون في ثمان دي فيديو انه حتى يوذان نمريت غير اخر ما ريسش نجي نادي سي طالع يعني غيحس التصاريح انه يوذان تعانن راه ني جنتي مريج صحيح غانا تصديو ذا تعانن تقومي من بعض تقومي الاغلاق المعبر الحدودي ني شي مثلا هذا الشيء عبو خت تهريب نفس الحاجه ولكن انا ري واقعيين انا ري الصراحه مريج توات كسي ولا عندها ديال عارف مريج تصمو ذا توخد من دايس مريج تصمو ذا توستفاد من زيت وني تاتي السنيف ام زيان ام قران يعني نهار ما تسخرخ خفنا مريج ديس المود الغذائي اخصان مريج ديس الروض ياخص مريج ديس الدواء ياخص يعني من يخسو خاص نسخاري خشا مريتش وتستفاد الزيت جميع الطبقات صحيح الاقتصاد المغربي توافموثا يعني مو ذيس الضرر من زي بنادم يخسو التهريب ذاك ضد
نشين مثلا ونسور ولا نتشجع التهريب نشين نتاكدوا من المعلومات اجينو من يغدي فيديوني من خلال الجوله انه مريتش ما نستفاد زيس قصد زيس نستفاد زيس من ناحيه المواد الغذائيه نستفاد زيس من ناحيه الدواء نستفاد زيس زطس من حوايج وتجيبوا مثلا نسور التهريب باين منيني اللي خمني غياز من خو 100% يعني 100% غتفو ياز من بو مش سقانه تفو ياز من بو تجني التهريب باينيني واضح التهريب صافي التهريب قوايتي ريشه كتار خو المغرب سكم يازم يعني صافي ولا نتاع الشال المواد الغذائيه نشي نقرا صافي من الرابع المستحيلات هو التغريبة دي عقب انت تيقى باين ولكن نشي نسور خوازم العلاقات الاسبانيه المغربيه فتحسن وتحسن صوت طاز ما مش الناس الصحفية الفارو هناش اكني هي السنة الخبر 100% انه المغرب ما يمي مش دوم تستغل فيديو ني ما يمي تني توايا المعبر الحدودي دي بالانصار يعني تنظفون تكسن سروسخ تسياق انت قوة جيبو تسياق انت مني واحد كسن الزيس مثلا شور بعض نحوى جيس توقين تنديني قبر خود كسن تن يعني قس وجاذن قس استعدان حوما دازمن و 100% مش الناس الصحيفة اني هناش دازمن اكني هي السنة هذا معنى اني وانت تيذر خباني جان الاخوان المصادر مش دوم تستغل نيخص الجورنالات مينن وجيبون شي تينن يعني كسي غومد المصادر غير تخاوم واه اكد لكم بالله المعبر الحدودي غيتفتح مع نهايه السنه بصحيفه الفارو اكد لكم بالله رجال الاعمال في سبته ومليليه قالوا بالله قدموا طلب عفوا بانه المواطنين في الناظور وتيتوان غيسهلوا عليهم الماموريه ها باش يدخلوا المدينتين سبته ومليليه من صحيفه انتيبيدينت إنن أخبارني يعني واتجيبو الزين شدماني يا أخي ونشتغل الموضوع عن مريتش أتزقو مازيز غير فيديو غير زيز فيديو نهارا لا لشيء حمد أم أكدر من يتوقع عني من يتيرين ذماني إني وها وانت تير أذر أخبار إيجان الجديد إن شاء الله تعالى أمر بدا مريم مديد عشان أخبار أذو مثيرينيني دعم ثانخص لايك فضلا وليس أمران يعني تقسلخ القضية خالد نقارهم خالد قاعد الفارد خالد قام قاعد كيس ولكن نرحم نجمع هذه المعلومات بركي الخوني ودغيج المرحلة حاسمة للقضية نتوما خالد وهو انه يخصد نوير الخبار يخصد لي 100% التفاصيل نسكوشي سواء تقدر تشيك فيديو من اجل فيديو فقط لا خصد نوير الخبار خصنا نتاكد الزيت مليح يخص هذه نسعس من زين تحمل المسؤولية يتم عزا سواء التصيق خصد الخبار قبل طبعا هنا الله يجزيكم بخير شنو نسقعد من مشاهدة وها شنو نخصبو نسقعد المشاهدة وها نخصد نوير الخبار مش دوم دوير نهار الخبار مريتش اذنهم ديني الجورنالات نخص صحيفة فينا المنين ستاج مدخوم ست مازيخت وكتب العربية باش يفهموا خوتنا المغاربة كاملين بالمصادر وبأسماء الصحف لا أكثر ولا أقل هذا مانين واش دوم ديال القضية خالد خمنت غير شي حاجة 100% زيد نتأكد 100% زيد نويس الدليل 100% غادي نستاس فيديو بوضعي نستاذ فقاع نستيور ما حنا عاد واضيني بوش أن حاجتي يعني 100% توما خالد نتمنيس إن شاء الله تعالى هذه صبارة ربي نتمنيس إن شاء الله تعالى زيبان الحق فالله مع الحق ولا أكثر زي ما نايني المهم تشكر كني وخل المتابعة ومش طول كني وعد قبل مني ما دي بانشين فيديو مني ما دي بانشان تفاصيل نشين السكوة ومثنتين نشين السكوة التابرات أي نيوها كن يوحف الله عز وجل واتتوتشا هذا غدا حمام خصم المحتوى نغيش نعجبه ومن أخذ قمامه وضوم يعجب شات قمامه ماشي مشكل وإن شاء الله تعالى تفذيني عشان حويش جديدة هم تنسبيا ونشين قنقو غزات وستدعم نوم أنو يارع غزات وستوفيق لله عز وجل أي نظام غني نيوها نشكرك نوخ المتابعة نشكرك نوخ المشاهدة وتوعد خكنيو مرمي مدين الخبار سو أخمريتش عشان الخبار جديد أخمريتش مش دوم دوير نهارا تفيرين المصادر عشان نحوش دليل 100% وجبو دوم نجمع على المصادر شدوم ديني غواه ميزي الصحيفة ني الموندو شان مارا التاري وها تاري شان الخبورة فمين دوم غير وانتي خبر بول عقر ميزي شان مارا شو وقصد كسي خشاه شنو فيزا دوين هنقا مش دي زمان مشي كش كتكت فيزا يمريت ماني غد تفعل فيزا يتسمى بني مقصدي بين سعر مزوا مش دي درقي الخبار وها مش دوم النيغ اكدغوم سنين الصحف من نانت اعظم قديري بخلاصة القول اعظم مديري اكني هيت السنين غيك عام جديد و أعظم أدقن تهيليا نغل ماموريا وذا نزدغن دي النظر في تيتوان خمني سوارخ تيتوان سوارخ سبتة الإخوان خمني سوارخ النظر سوارخ مريج أسن قن تهيليا أدقن الماموريا حوما ذا فن ثنين المدون منزي مبشنا يعني إني غاد جا يعني بالار ذا مقران دي المدين يعني دي مريج تسبتة رجال الأعمال يقن طلبة المسؤولين دي مريج تسبتة قال أسن السهل المورية من زي وذنّي حمدن يعني حمدن الانتعاش الاقتصاد من زين السن يخصني هني اللي خمني تتفن صحاب النظارة تيتوان تسن طاوج انت انتين تسارن من عنوطي لسغن حوايج ترقوحن وخواتي نبو التهريب وخيمني ولكن تيري يجنا الروج أضم قران دي ثنينة للمدن إذا نهار ذن تتيد وانت تتيد خبرهم دوية ريجن تحية تم قران زي وماتهم سفيان وارشان فيديو نغنيت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.